ايه؟ سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمرة. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقة. ايه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بنتي يا بيسا، انت عارفة حاجة؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكرة نمرة لوحدها. نمرة لوحدها؟ يا روح الحق يا كبير، خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله هريج. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير، محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنة؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك يا حاجه، خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص مبقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه، بس ده كده بقول لك ايه؟ ده امر، امر يا ابو سنة. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجد، ما بيخبوش رجاله في الضلمه. ودي مرسالك. يلا 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 معلم. انتهت يا ابني. لا لا، ما انتهت، لانك انت ما راح تموت، ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. ايوه علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيله صغيره وكبيره عن زياره خميس للنوح. يعني ايه ازاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامه. سلام. اهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا اما، عاملة ايه؟ اعمل ايه يعني؟ قاعدة زي قبل قطعة اهو. ده انا حتى العشاء ما تعشتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها، وفي الاخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير، بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الاكل من قدامها دلوقتي. انا كدابة بقى وست كبيرة وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف؟ انت تايه عنها يا اسر؟ ما انت عارف ان التركي اكل دماغها. هي برضه اللي التركي اكل دماغها؟ انما هي بنت الحلاوه دي من امتى يعني؟ ده انت اللي هتاكل دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين، ما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلدة الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعه اليوم اياه ده كنت واحد تاني خالص. اهلا. مش هتدخل تغير هدومك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اصل انت النهارده خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز اقول لك على حاجه، انا جاي من شغل مهدول وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا ياسر، ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعيه؟ جاتك القرف. بص يا ياسر،
الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسة دماغه وبيغيظ بيها مراته الأولانية، وهي بقى مشتاقلة فيه. ما هو كل الرجالة كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكل. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شوية بدل ما انت بتنزل طول الليل. ما تخلص يا ابني انت، بلاش لك هلع. انا جاي اشعوش مغاوي. عملت ايه؟ لفيت لك في الحتة كلها، مفيش حد عنده اصل. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشه. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لم لسانك يا وليه انت واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعاكس بدري. ماشي يا دكتوره معجب، انت زكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما عاوزه استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جاب دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصلا؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت شايمة وسفلة؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحدة تانية تكون مشبرة للآخر، ما شوفش فيها خلقة أهلك. أنا مش فاضية، هعمل الأكل الأول للعيال وبعدين أبقى أعملك كوباية الشاي الحبر. تعالى ولا منك له ساعدني. لكن قرف مرة فقر. أوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر، باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوي. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ انا بفكر ارجع اسافر تاني. ايه يا فاري وسيبيني لوحدي؟ يا بابا احنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده احنا بيعدي علينا ايام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى مش فارق. ما انا سايبك تقابلي اصحابك اللي بتقولي انهم وحشوكي وانت وحشتيهم. انت عارف ايه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي أحلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مرة زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي أروح أزورها في قبرها الله يرحمها. أنت تعديتي من مين؟ أنا عشان كده مسفرك بره على طول عشان ما أقعدش أسمع المواويل دي. جري يا فيري، العمارتة ناشفين والحياة ناشفة وإحنا لازم نغلبها. عموماً أنا مطلب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ ولا اقول لك ما تقوليش، انا فعلا محتاجه المفاجاه تخرجني من كل الملل اللي انا فيه. طب ما تعملي لي انت مفاجاه تخرجني من الملل اللي انا فيه، وتعزمي صاحباتك الامامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. المفاجآت اللي ترد الروح. تاني فيهم الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال. ايه بس اللي جاب الخلخال؟ طبعا انا اول ما شفته قلت لا، ده رمانه مكتوب عليه رمانه، ولا اصلي غاوي خناخيل. انا احب الخناخيل قوي، ولما كنت صغير وبمسك بيها في دل جلابيت امي. ياه ايام. الله يمسيكي بالخير يا امه، كانت بتوزع بضاعه ساعتها وكل زبون ليه رنة خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه، الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايما لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. بتشتاقي لأمك؟ ليه؟ وانا شبهها قوي كده رمانه؟ انا ما بهزرش يا خميس، انا حتى مش عارفه شكلها، فاكراها كده طشاش. لما كنت بتمشي ورايا وانا بسقي الزرع، وكنت انت تشد الخرطوم مني عايزه تسقي الزرع.
فاكره كنا كل يوم انا وانت نختار الورد لماما. الله يرحمها، ضحكتها وصوتها كان بيملى البيت. انت عارف يا عم محمد، انا ما كنتش انام غير في حضنها، كان ايدي تبقى ماسكه في ايديها. كانت تصحى كل يوم الصبح تلاقي ايدي معلمه في ايديها، تقعد تضحك تقول لي ايه يا بنتي وانا اهرب؟ مالك ماسكه في ايدي كده ليه؟ انت كبرتي وبقيتي عروسه. البنت كل ما بتكبر كل ما بتحتاج لحضن مامتها اكتر. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله ادبه على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح، وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمد اليك، وجاب الواد لغايه عندك في البيت، وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا، انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو، هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما هو عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس. يا باشا بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داويه. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبة اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايدة. براء النوح عايز يردلي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه، النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني، وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، وإذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبنا على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطي ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمة الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟
أنا مش فاهم حاجة. تقعد زبالة. واد غبي وأهطل. ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني أروح لحد أفندينا في بيته وأطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فن. هو انا يا جزمة يا بنت الجزمة مش منبهة عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ ما تقوليش يا بنت مصاحبالك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعة زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لك. وهي الحاجات دي يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعة. اما كنت ورطة. ايه في ايه؟ مالكوا؟ صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوكي اسود، 5 ساعات؟ يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. اصل انا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا 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 مفيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطره. شغل ايه؟ الاستراحه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري يا امك، لا ارى في اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطره اعتبرني اتاخرت ساعه زياده، ما فيهاش حاجه يعني. عن اذنك. اذنك معايا. الحفله دي كلها علشاني؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيكي يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفايه عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمه ان مفيش حاجه مش على مزاجي. حبيبه بابا. الله، اهو كده حلوه قوي الكلام ده.